السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير، رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. واهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من لعبة ارك. طبعا اليوم ما راح نلعب لعبة ارك، اليوم راح نعمل ردة فعل على مقاطع لعبة ارك على موقع التيك توك. ف وصلنا هذا الفيديو 100 لايك، واكتبوا لنا بالتعليقات رايكم اذا تحبوا بعمل لكم مقاطع من هذا النوع. وتابعوا معي الفيديو بعد الفاصل ويلا بينا. نبدأ بأول مقطع. هو المسكين بيقول لك إنه أعطيه صاحبي كل الكيبلات ورايح متيم، يعني مخلوقات يعني من ليفل بيض، يعني بيتردون ليفل 7 وإلى آخره، ولهذا السبب بلش يبكي. الحلو فيه إنه حط شخصية ريك تبع The Walking Dead. اللي بعده، هذا عم بيريد واحد من الكهوف اللي تحت البحر. ايه وبعدين؟ والله بطل هذا. شباب اذا تحبوا بعمل لكم مقاطع تريد مثلا، مات؟ اذا تحبوا بعمل لكم مقاطع تريد مثلا بالسيرفرات البي في في اكتبوا لي بالتعليقات. اللي بعده، لا 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 ستوب 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 ستوب. انت كيف تقارن لعبة ارك موبايل بارك بي سي يا زلمة؟ كفرت كفرت كفرت. انت لعبة ارك موبايل يعني تقارنها بلعبة ارك بي سي؟ روح اللي بعده. Wait. خليني أعيد. هذا هاكر 100% هاكر، يستعمل الهاك حتى بالدنجن. شوف بضربة واحدة يعني قتل البوس. هاك يعني هاك عينك عينك. واللعبة تعرف انه في هاكات، وما عم تعالج موضوع الهاكات. للأسف لعبة ارك موبايل شباب، لعبة ارك موبايل بالاونلاين يعني ما تلعب بسبب الهاكات والبرامج الغش، خصوصا اللاعبين الصينيين يعني ما يخلوا لك مجال. اللي بعده، لا 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 استوب 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 استوب. هذا المخلوق، اوعى تمزح مع هذا المخلوق. امزح مع كل، امزح مع الريكس، امزح مع الجيجا، الا هذا المخلوق لا تقرب عليه بتاتا. الا هذا المخلوق لا تقرب عليه، يعني اذا عندك ديناصور غالي عليك لا تقرب عليه هذا المخلوق، لانه راح يقضي على ديناصورك خالص. انت تقدر يعني انت ترسبن بس ديناصورك يروح يعني يموت، يصير خبر كانه. فهذا المخلوق لا تمزح معه. اللي بعده، يا سلام. شوف 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 والله هذا انسان محظوظ. شوف موسوسورس الفا، موسوسورس يعني والله هذا اكثر انسان محظوظ. يا سلام. اكس كاسس كوندو تي ابورس ان ارك يو كوندو مي ابورو. الطريقه هاي، ايه هاي الطريقه حلوه كثير. الطريقه هاي مثلا تحط السي 4 على البترادون مثلا، على الار جي مثلا، على اي ديناصور طائر عندك انت يعني تكون مروضه، وتعمل له مثلا اتاك تارجت وتفجر السي 4. يعني هاي الطريقه هي حلوه كثير، حلوه تنفع كثير. يعني شوف، يا سلام والله طريقه كثير حلوة. شو رايكم شباب اعمل لكم الطريقه هاي بالفيديو الجاي؟ الفيديو الجاي شو رايكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات. اللي بعده، والله انا ما بفهم اسباني. الطريقه نفس الطريقه هذيك. الف ربطه، والله هذا كثير حلو.
شباب والله هاي الطريقة كثير حلوة فعالة مع الألفة خصوصا. الطريقة هاي استعملوها مع الألفة. اللي بعده هذا ما له علاقة، هذا شو جابوا الفيديو بين فيديوهات أركي؟ كلم الزوج من حساب وهمي وحبني والحين يبي يطلقني علشان يتزوجني. والله حلوه. اللي بعده ايش هذا عم بيريد؟ نيكست عم بيقول لك صديقي جديد على لعبة ارك وهذا اليونيكورن، هذا اندر من اندر المخلوقات بلعبة ارك. ها اجى راح تقتل اليونيكورن وهو من اندر المخلوقات بلعبة ارك لهالسبب يعني معصب. اللي بعده لا مستطيل مستطيل مستطيل، يعني تريد تروض الريكس، تريد تروض الريكس بهذا النشاب مستطيل. شباب لا تجربوا هاي الطريقة، الطريقة هاي مو فعالة. إذا تحبوا بعمل لكم طريقة فعالة يعني بترويض الريكس اكتبوا لي بالتعليقات، أنا جاهز يعني بالخدمة. أنا قدم الفيديو شوي شوف، حتى الريكس ما راح ما عم ينتبه عليه كمان، الريكس طنشوا. ايه وبعدين اللي بعده سلوب دوغ، ما هو سلوب دوغ اللي عم يلعب الليفل واحد غيره يا مسكين. يا سلوب دوغ راح بيتك راحت عليك والله يا سلوب دوغ. ما بعرف هو يلعب الليفل واحد غيره يعني، اكتبوا لي بالتعليقات اذا هو يلعب الليفل، انا احبه هذا الفنان. شوف هذا عم بيقول لك بس تنزل لعبة ارك 2 ارك وين راح تموت. ما بتوقع شباب لعبة ارك 2 عم بيقولوا انه راح تكون بنظام الامامو ار بي جي، انا العاب الامامو ار بي جي بعرفها منيح يعني راح تكون مثل لعبة تواصل اجتماعي، فالعاب اذا كانت ام ام ار بي جي راح تفشل. بتمنى انها ما تكون لعبة ام ام ار بي جي. اللي بعده يقول لك ديناصورات ارك راح تكون بهذا الشكل. ارك 2 طبعا يقول لك ديناصورات ارك 2 راح تكون بهذا الشكل بس تنزل. اللي بعده منطقة أبو حجر، أبو حجر يكسر صفوة. إيه نعرف إنه أبو حجر يكسر صفوة بس ما يكسر الحيطان. يقول لك ابو حجر عنده امكانيه يعني كسر صخور بس ما يكسر الحيطان مع انه الحيطان اضعف من الصخور. المنطق الثاني اكل هاي المخدر، شوفوا اكل المخدر هلا، شوفوا هلا يدوق قبل ما يوقع على الارض. هو المفروض انه لما يوقع على الارض المفروض يموت بس لانه داخ ما راح يموت. شوفوا وين المنطق بهذا الشيء. وين المنطق بهذا الشيء يعني لانه داخ ما مات. اللي بعده هاي كانت تصير معي لما كنت العب لعبة ارك على اول ما نزل، كان عندي جهاز كان عندي تليفون جي 7 برايم يعني رامات 3 جيجا. اللي بعده الغير متين عم بيروض مع موت تمام. خلينا نقدم شوي نو سورميو كمان سورميو جنتي el problema no traje las berries. مو جايب يعني مو جايب بيريز وكيبلات جنتي no traje las berries. صار معي كثير شباب يعني اجي مثلا ادوخ ديناصور وانسى اخذ معي كيبلات
يعني واكل يعني حتى اقدر اوضو. اللي بعده فورتي نايتي يا بابا جي. بابا جي فورتي نايتي ولا بابا جي؟ حلوة والله. فورتي نايتي ولا بابا جي؟ اللي بعده اظن انه هاي هذا اخر مقطع. تعالوا فاينل هون نهاية الفيديو. بتمنى يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. اذا تحبوا بعمل لكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا انا قسم التعليقات ما راح اسكره، يعني مفتوح قسم التعليقات، فلا تستحوا لا تخجلوا لا تخجلوا اكتبوا لي، يعني قولوا لي انه مثلا بدنا هالشيء، قولوا لي انه مثلا ما عجبكم الفيديو. اذا ما عجبكم الفيديو حطوا لنا ديسلايك، مو مشكلة مو مشكلة، يعني هي بالاخير يعني وجهة نظر يعني. تمام. شو تحبوا يعني تشوفوا بالفيديوهات الجاية اكتبوا لي مثلا بالتعليقات. ووصلنا هذا الفيديو على الأقل يعني 50 لايك، 50 لايك، 50 لايك، ما بدنا أكثر. يعني زر اللايك ما راح يأكلك، اضغطنا على زر اللايك بزكاتك. ورمضان كريم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا. كان معكم أخوكم باسل من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.